بسم الله والله أكبر كبيرا سبحانه بكرة وأصيلا. ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين صدير إلى إيتي أناتر تيسام لديزورت إيسام لكوربشن إلى جنريز. وبعد تأتي الآية الخامسة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض كما الحالة اللي احنا فيها مثل الصحاح الأمة اللي لا جدال في إسلامها وإيمانها وإحسانها استضعفت مدة طويلة وربي سيمن عليها في القريب العاجل ونجعلهم أئمة يولي تولي الأمة الإسلامية هي تمثل الإمامة للعالم اللي غرق في الكذب التفاهات والإجراء بكل ألوانه ونجعلهم أم ونجعلهم الوارثين يعني نرث من الله مدده ونصرته ورضوانه وأهل المجر ونمكن لهم في الأرض يعني فما التمكين اللي حرمنا منه أمد بعيد ونري فرعون في آن الواحد الطغاة العالم اللي التقوا على الكفر بني عم الله وعدم الاعتراف بإله واللي هم دائما عندهم اجتهاد في تطوير التكنولوجيا اللي اليوم وراتهم اللي خلالها لابد منه. اليوم الميكروسوفت مضرب الأربع نجلة لمدة معينة فتعطلت عملية الطيران وعملية البنوك وكذا. هذا باش ربي يوريهم اللي التكنولوجيا اللي يحبوا يردوها مكان المولى ليست بمولى اللي هي من صنع الإنسان الفاشل في كل ميدان لابد أن يصيبها فشل من هذا الكيان البشري الشيطاني المخرب للحياة اللي أراد الله أن تكون عامرة بالخيرات وعامرة بالهدوء وعامرة بسعادة حقيقية. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان أي وزير الأول الكلب اللي عاون الكلب الأكبر اللي قال أنا ربكم الأعلى وما أريكم إلا ما أرى. وجدناهما طغاة جبري زرغو ليفيولون إتسيتيرا وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون كانوا يحضروا زوال فرعون خافوا عليه هذاك علاش بعد ما قال إلافة وإلى عندهم هذه طبيعة المصريين عموما في تاريخهم. أيوة وجنودهم منهم ما كانوا يحضروا خايفين من أفول و غياب أي موت قاسية لفرعون اللي مجدوا فيه وقلنا طبيعة الدوميني اللي هم تحت ضغط الدومينو هو فرعون طبيعتهم يحبوا الحالة ذيك تستمر عجبتهم لتحت ذكر الدوميني بعض أشياء في رأيهم الخامس أشياء اللي مشي يطول في الحالة دي الخنوع هو أن يحضروا ويسعوا أن لا يمس إلى هم الكذب ونوي فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون والحمد لله حمدا لا حدود له. اللهم أنعمت فزد ونسألك مددك وجنودك جنود الخفاء وأن تقوي إيماننا وأن تساعدنا على إرضائك حتى يتم لنا نصرك. آمين يا سيدنا يا عظيم.